أعزائي الطلبة، نستمر بالكونسبشوال كويشنز، أسئلة المفاهيم، والآن الخاصة بشابتر 4 اللي هو فور سيستم ريزلتنتس فروم سيكشن 4.1 تو 4.4. فور سيستم ريزلتنتس محصلة منظومة القوى فروم سيكشن 4.1 اللي هو مومنت اوف فورس سكيلر فورميليشن، عزم القوى الصيغة العددية إلى 4.4 principle of moments اللي هي مبادئ القوى العفو العزوم. نبدأ بالـ question 1 reading quiz اللي تم طبعا تغطيتها بمحاضرات. circle the correct answer يعني ضع دائرة على الجواب الصحيح. question 1 what is the moment of the 12 newton force about point A, about point A, moment around هاي النقطة اللي هي نقطة A. فطبعا الإجابة هي B. ليش؟ لأن moment مثل ما نعرف هو force times perpendicular distance البعد العمودي، يعني هو function للforce والdistance العمودي على القوة حول النقطة المرادة أخذ المومنت حولها. فراح يكون الفورس عندي هي 12 نيوتن تايمز البربنديكولار ديستانس البعد العمودي، مثل ما تشوفون هذا البعد العمودي إشارة إنه الزاوية 90 راح تكون 3 متر، فراح يساوي 36 نيوتن متر. السؤال الثاني هو من الكونسيبت كويز. if a force of magnitude F can be applied in four different 2D configuration P, Q, R, S. Select. لفتنا شوي الكتاب واضحة. Select the maximum and minimum torque value on the nut. إذا كان مقدار قوة يمكن تسليطها ب أربع أشكال موضحة بال2D في ال2 dimension اللي هو هذا الشكل اللي هو P, Q, R, S. فجد مقدار العزم أو التورك هنا طبعا يعني الماكسيموم أعلى قيمة وأقل قيمة للتورك اللي وصلت عن النت راح تكون في أي configuration في أي شكل من هذه الأشكال، يعني أي قوة راح يمكن نسلطها هي هاي القوة اللي هي نفس المقدار اللي هو الF في أي شكل P أو Q أو R أو S بحيث تعطينا أعلى مومنت مؤثر على النت. فطبعاً راح تكون هي الQ هي الماكسيموم، يعني الQ راح يكون ماكسيموم مومنت. ماكسيموم مومنت ليش؟ ماكسيموم مومنت أو تورك ليش؟ لأن الزاوية هي 90 بين الQ وخط التأثير اللي هو مار بي بوينت او اللي هي نقطة النات اللي هو نريد نسوي تورك حوله، هاي الماكسيموم. بالنسبة للميمم مينيمم راح يكون منو؟ راح يكون طبعا اس. ليش؟ في الكونفيجريشن اس. ليش؟ لان الاس راح يعطيني مومنت اللي هو مينيمم. ليش؟ لان راح يكون صفر، لان راح يكون مار، لأن الاس هو مار بخط التأثير اللي حول نقطة O اللي هو هذا مثل ما تشوفون. فالديستانس راح يكون زيرو، ولكن الفورس مو زيرو ولكن الديستانس زيرو، فالمومنت راح يكون صفر. سؤال آخر من الاتنشن كويز هو بهذا الشكل. Using the counterclockwise direction as positive, the net moment of the two forces about point P is باستخدام عكس عقارب الساعة، اتجاه عكس عقارب الساعة وهو الموجب، العزم الصافي للقوتين المؤثرة حول نقطة P راح يكون الإجابة B. ليش؟ لأن أنا إذا أقول سيجما مومنت، سيجما مومنت حول نقطة P اتجاه الكاونتر كلوكوايز راح يكون هو البوزيتيف، فراح يكون عندي هو
السكيلر في سكيلر اناليسيس تحليل عددي راح يكون عندي حاصل ضرب القوة في البعد العمودي مالتها، فراح نجعل القوة الأولى اللي هي 10 نيوتن تايمز 3 متر بوزيتيف، راح تكون بوزيتيف ليش؟ لأن دوران هاي القوة هو كاونتر كلوكوايز مع فرضيتي، فراح يكون بوزيتيف. ناقصا دوران هاي القوة اللي راح هو راح يكون نيجاتيف، اللي ناقصا 5 نيوتن تايمز 5 نيوتن تايمز البعد العمودي اللي هو مثل ما تشوفون هنا اللي هو 2 متر 2 متر، فراح يساوي 30 ناقص 10 راح يكون 20 نيوتن متر، والإجابة اللي هي مثل ما تشوفون هنا بي. نرجع السؤال الآخر أيضا من الريدين كويز. In statics a couple is defined as blank separated by a perpendicular distance. في الستاتيك العزم المزدوج الكابل يمكن تعريفه as فراغ، يمكن تعريفه ب، طبعا الإجابة D راح تكون two forces of equal magnitude acting in opposite directions. يمكن تعريفه بقوتين لهما نفس المقدار ولكن يؤثرون بالاتجاه المعاكس، يعني نفس المقدار ولكن متعاكستين بالاتجاه، قوتين لهما نفس المقدار ولكن متعاكستين بالاتجاه. طبعا تربطهما مثل ما تذكرون غطينا المحاضرة بعد العمودي اللي هو راح يكون دي. فالتعريف الكامل بالانستاتيك الكابل يمكن تعريفه بقوتين لهما نفس المقدار ولكن يؤثرون باتجاه معاكس مفصولين ببعد عمودي، فالإجابة اللي هي دي. السؤال الثاني: the moment of couple is called a blank vector. عزم الكابل يسمى بمتجه حر free vector متجه حر. سؤال آخر: if three couples act on a body the overall result is that، الإجابة راح تكون D، the net force equals zero but the net moment is not necessarily equal to zero. إذا كان ثلاث عزوم مزدوجة يؤثرون على جسم، المحصلة الكلية راح تكون صافي القوة يساوي صفر ولكن صافي العزم، أو محصلة طبعا هنا نقصد بصافي يعني محصلة، ولكن صافي العزم لا يساوي، ليس بالضرورة يكون مساوي إلى صفر، فالإجابة اللي هي راح تكون دي. نجي على سؤال آخر: A couple is applied to the beam as shown في هذا الفيجر، هاي عندي هاي الفيجر. Its moment equal blank newton meter. الكابل هنا عندي مؤثر على هذا الكانتليفر، هذا الكانتليفر فيكسد هنا في هاي النقطة، خلينا نسميها نقطة A، وهذا الكابل اللي هو 50 نيوتن. طبعا تربطهم هذا لو يعني اخذنا بالاتجاه مالته الدايركشن، فراح يكون هذا الاتجاه مالته وهكذا خط التأثير مالته، تفصلهم طبعا المسافة العمودية، هاي المسافة العمودية قلنا عليها بين التو كابلز. فطبعا العزم الكابل راح يكون مساوي، راح اجي اني بالفري بودي دايجرام راح احلل هاي القوه اللي هي 50 نيوتن الى مركبتين، هاي 50 نيوتن راح تتحلل الى مركبتين على طول الجسم اللي مؤثر عليه اللي هو الكانتليفر، وهاي 50 نيوتن فراح تتحلل الى مركبتين، مركبه الافقيه والمركبه العموديه. المركبه الافقيه ما راح تؤخذ بنظر الاعتبار، ليش؟ لان ماكو مسافه عموديه بيناتهم، فاذا ما تحقق الكابل الكونديشن اللي هو يخص الكابل، ولكن راح اخذ المركبه العموديه اللي هي 50 نيوتن اللي هي راح تكون هنا 50 تايمز مركبه عموديه 3 اوفر 5، وهنا ايضا راح تكون عندي نفس المقدار 50 تايمز 3 اوفر 5. المسافه العموديه اللي بيناتهم هي 2 متر، هاي 2 متر مثل ما تشوف هنا 2 متر مسافه العموديه.
فإذا عزم الكبل راح يكون عندي هو المومنت راح يكون عندي للكبل راح يساوي هو 50 times 3 over 5 3 over 5 في ال 3 over 5 times ال 2 meter 2 meter واللي راح يساوي في الحالة اللي هو ال 60 راح يساوي 60 60 نيوتن متر اوكي يعني راح يكون 300 هذا كله 300 على 5 راح تكون 60 فالإجابة اللي هي بي. نجي على الأسئلة الأخيرة بخصوص chapter 4 اللي هو the force system resultant أسئلة المفاهيم. A general system of forces and couple moments acting on a rigid body can be reduced to نظام قوى عام وعزوم مزدوجة مؤثرين على جسم صلب يمكن تخفيضهم إلى إجابة D single force and a single moment يمكن تخفيضهم إلى قوة واحدة وعزم واحد. 2. The original force and couple system and an equivalent force couple system have the same blank effect on a body. القوى والعزوم الأصلية منظومة القوى والعزوم الأصلية المؤثرين على الجسم والعزم والقوى والعزم المكافئ منظومة القوى والعزم المكافئ اللي احنا استخدمناهم لتخفيض منظومة القوى والعزوم الأصلية على الجسم لهما نفس التأثير الخارجي external effect على الجسم. السؤال الآخر The force on the pole can be reduced to a single force and a single moment at point blank. عندي هذا الشكل هنا مثل ما قاعد تشوفوا وعندي أربع نقاط اللي هي P, Q, R, S في كل نقطة عليها يعني قوة مؤثرة فهاي منظومة القوى منظومة the force on the pole منظومة القوى على العمود ممكن تخفيضهما إلى قوة واحدة وعزم واحد على أي نقطة طبعا على أي نقطة أقدر أنا أحول فالإجابة راح تكون هو E. Consider two couples acting on a body the simplest possible equivalence system at any arbitrary point on the body will have إذا كان لديك عزمين مزدوجين مؤثرين على جسم الطريقة العفو أبسط احتمال لنظام مكافئ على أي نقطة بشكل اعتباطي على الجسم سيكون لها one couple moment إجابة C عزم واحد مزدوج. السؤال الأخيرين لشابتر 4 راح يكون for the this force system اللي هو هنا مثلا عندي for this force system the equivalent system at P is لهذه المنظومة القوى الممثلة بالشكل القوة والعزوم مكافئة على نقطة P راح تكون هي الإجابة دي اللي هي 40 bound along X direction 40 bound along X direction وعندي اللي هو الكابل مومنت اللي هو راح يكون عندي حاصل ضرب 30 باوند في البعد العمودي اللي هو ال 1 فيت فيكون باوند فيت فالمومنت عندي هنا وعندي ايضا القوة. هذا اريد اني اوجد منظومة القوة المكافئة. السؤال الاخير consider three couples acting on a body equivalent system will be blank at different points on the body. اعتبر لديك ثلاث عزوم مؤثرين على جسم النظام المكافئ سيكون له خاصية اللي هو سيكون متساوي أينما يتم تحديده
على أي نقطة مختلفة على الجسم؟ فالإجابة راح تكون اللي هي B. شكرا جزيلا.